مساحتنا الثانية راح تكون ليا مع الإبداع اللي رسمت ملامحه طبعا بهمة وطموحات الشباب السوري سواء داخل سوريا أو خارجها. شباب عم بيحقق تفوق ويقدم خبرته لفائدة بلده. أكيد معنا تجربة كتير مهمة ليا اليوم وشاب سوري مميز. رح نتعرف عن هالتجربة مع الشاب السوري مياس أرفلي، مهندس اتصالات واختصاص اتصالات خليوية وفضائية، وحقق تفوق بهالنجاح. صباح الخير مياس، اهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. يسعد صباحك مياس. يعني خبرنا بتفوقك اول شيء بمجالك على طلبة عرب والمان مثل ما بنعرف. نقلك اول شيء مبروك واحكي لنا عن هي القصة. هو الحقيقة أنا درست هون هندسة اتصالات بجامعة اليرموك بدمشق، ومن بعدها حبيت إني أطلع أكمل دراسي بألمانيا لأكتسب خبرة أوي الدراسة النظرية بعد الدراسة العملية، لأقدر أرجع أفيد بلدي وأفيد الطلاب من خلالها. وبالحقيقة أخذت قبول من جامعة بألمانيا وبلشت دراسة بماجستير بهندسة اتصالات فضائية والخليوية. والحمد لله بعد دراسة وتعب وإنجاز مع الطلاب السوريين قدرت أتفوق وأخذ المركز الأول من بين طلاب أجانب وطلاب ألمان. طبعاً إدارة الجامعة بألمانيا هي حست بهذا التميز كونه طالب سوري. نحن مرينا بظروف صعبة بس ولكن أثبتت للطلاب وللكادر الأكاديمي بألمانيا أنه نحن رغم الظروف الصعبة الطالب السوري فيه يتفوق، فيه يندمج بالمجتمع الأجنبي، فيه يندمج بالدراسة باللغات المتعددة، ويقدر يعمل بصمة قدام الطلاب والأهالي الطلاب مع الكادر الأكاديمي بجامعات ألمانيا أنه نحن طلاب سوريين نقدر نعمل بصمة كبيرة لننجز ونأرجي لهذا الشيء للعالم أنه نحن بنقدر نحقق. أكيد. مياس خبرنا من بعد ما تفوقت وتكرمت بالجامعة بألمانيا رجعت إلى سوريا، كيف قدرت أنك أنت يمكن تصير في تعاون بينك وبين الجامعات السورية أو الطلاب السوريين تقدم لهم الخبرة اللي اكتسبتها في الخارج؟ تماما. هو الحقيقة أنا بعد ما تخرجت صحت لي فرصة أشتغل بشركة كبيرة بالاتصالات اسمها فودافون، وصار في اتخاذ مع مشاريع الـ 5G والاتصالات الفضائية، وكانت بارت بتيم بنينا شبكة الـ 5G مع افتتاح أول سمارت سيتي بألمانيا. حسيت في فرق كتير كبير بين الدراسة النظرية مع الدراسة العملية. حاولت غطي وأعمل مثل برزنتيشن وتواصلت مع جامعات السورية ولقيت كتير إقبال جيد من طرف الجامعات السورية أنه ليش ما أقدر أعطي هالخبرة. أنا اكتسبت خبرة فالأفضل أني أنا أفيد فيها طلاب البلد، أفيد بلدي فيها. نحن طبعاً نحن عم نحكي بنقلة نوعية، فهي التجربة وهي الخبرة اللي اكتسبتها هي إذا نحن هلأ بلشنا بتأسيس صح مع الطلاب أنه درسنا نحن تخرجنا من جامعات في عنا الحياة العملية هي اختلاف كتير كبير، فأنا بعطي هالمحاضرات بعطي هالكمية المعلومات ونقدر نحن نمشي بأننا نقوي بسوريا بمجال الاتصالات الخليوية بمجال الاتصال الفضائي. وطالما هلأ صار في اطراح للمعلومات مثل الذكاء الصناعي، أي شيء عم يرتبط عن طريق الموبايلات شبكة الفورجي والشبكة الفايفجي، نقدر نعمل خدمات وتكنولوجيا جديدة بالبلد نستفيد فيها المواطنين، نستفيد فيها سوريا. رغم كل شيء صار نحن قادرين نعمل إنجاز بمجال التطور. طيب خبرنا، كان في تعاون من الجمعية السورية المعلوماتية بما أنك ذكرت الجامعات وأنه في تقنيات جديدة مثل الفورجي والفايفجي اللي لسه ما كتير ببلدنا أخذت صدى، يعني بهمتكم دراستكم ممكن يستفيدوا شركات الاتصالات من الخبرات الشبابي والأكاديمي اللي هي عم تطلع على الأبديت للاتصالات برا. فخبرنا كان في تعاون، تواصلوا معكم الجمعية السورية المعلوماتية؟ تمام. أنا تواصلت مع جمعية المعلوماتية السورية من بعد ما أعطيت محاضرة مثل ووركشوب مع جامعة اليرموك. كان في إقبال منيح من طلاب الجامعة القابلين للتخرج. حاولت غطي لهم التكنولوجيا الجديدة اللي نحن بندرس شيء نظري بس ولكن في شيء عملي، هو هذا الأساس إنه لما بيطلع الطالب
لشركات الاتصالات بده يشتغل بيلاقي حاله شوي في شيء معلومات لازم يغطيها بالمجال، يعني اي مهنه في شيء نظري في شيء عملي. حاولت غطي لهم اكبر قدر ممكن من شبكات المتطوره، الاتصالات الفضائيه، من مواضيع بال4G وال5G. لقيت اقبال كثير جيد من الطلاب. من بعدها جميع المعلومات السورية تواصلت معهم ولقيت في إقبال كثير جيد، انه نحن هلا بدنا نعمل مثل خطة كيف نعمل كورسات لو حتى عن بعد، مثل ما بتعرفوا الوضع اللي مرينا فيه بقصص الكورونا. اتاحت لنا فرصة كثير جيدة انه الطلاب السوريين المتفوقين بأي بلد من البلدان قادرة تعطي فرصة للطلاب السوريين، لأن إحنا لو كنا بعاد عن الوطن بس ولكن الوطن بالقلب، وفينا نعمل شيء بسيط نساعد فيه الطلاب السوريين ليقدروا يعملوا تطور بالمعلومات، تطور بالشيء المتاح حاليا، نقدر نعمل بصمة كبيرة. نعم. من خلالها. نعم مياس، ذكرت حضرتك انه الشيء العملي غير الشيء الاكاديمي او الدراسي. خلينا نحكي، يمكن سنين طويلة درست بمجال المعلوماتية وهندسة الاتصالات ايضا، في شيء يعني عطاك اكثر يعني على الشيء العملي، عطاك اكثر تقدم بالشق المهني؟ تماما. لما انا انضميت للشركه الاتصالات لاحظت في عندهم وسائل تولز جديده، معلومات انا درستها نظريا بس ولكن نحن ما فينا. بتسالي حالك انه انت اوكي مثلا هي الجهاز هو شلون الشكل، شلون بيقدر يشتغل، في له نظام معين، في له دراسه معينه، فكل جهاز في له كتاب بدك تدرسيه، بدك تعرفي شلون تقدري تتحكمي بهي الجهاز من خلاله تستمري تعملي البلان اللي هن بيسوا. مثلا متواجدين كانوا اي تكنولوجيا جديده، مثلا بال5G، ال5G لما عم يطلعوا شبكه ال5G، في هي تطور من شبكه ال4G لشبكه ال5G، ببلشوا بمرحله اللي هي التستينج، بيجيبوا الاكويبمنت، بيعملوا نتورك اللي هي بتكون ريفرنس نتورك، ولا هي ليست اللايف نتورك المواطنين اللي بيستخدموها. نعمل هاي النتورك، بنجيب اجهزه بنعمل عليها تيستينج بفريكوانسيز معينه، بنشوف النتيجه، هل يا ترى هاي النتيجه هي نفسها، ولكن بعد ما تعملي التيست بدك تشوفي النتيجه من خلال تعملي تحليل اناليسيس، بدك تعمل تحليل هل يا ترى انا استوفيت العناصر مثل ما هو مذكور بالستاندرد لل5G، ومن خلالها فيك تقولي انه نحن هيئنا من خطوه لخطوه لنقدر نوصل من A to Z، انه نحن صار عندنا شبكه 5G وفينا نعمل عليها مثلا اول اتصال. وهذا شيء كثير جيد من خلال انه ممكن الطلاب السوريين المتواجدين هون، نحن مع الزمن اكيد حيصير في عندنا الخدمات الموجوده بال4G، الخدمات الموجوده ننقل على ال5G، ننقل خطوه مع خطوه، فينا نعمل هي المرحله من خلال التستينج. وباذن الله ان شاء الله اكيد شركات الاتصالات المتواجده بسوريا اكيد هن حابين يتعاونوا مع الطلاب السوريين اللي تفوقوا برا واخذوا الخبره، من خلاله نقدر نحن نعمل بصمه قدام العالم، نحن فينا نتطور من خلال مجال الاتصالات الفضائيه والاتصالات. اكيد يعني نحن دائما مع التطور وخاصه يعني مع مواكبه تطورات العالم. تماما. أكيد. يعني مياس، خبرنا هل ممكن قريبا نشوف شبكة ال5G بسوريا؟ هل في إمكانيات لتطويرها من ال4G لل5G؟ أنتوا كشباب اليوم أكاديمي عم تطلعوا على يمكن التطور اللي حصل ببلاد أوروبا، يعني نحن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، هل متاح قريبا هذا التطور بمجال الاتصالات بسوريا؟ هو فعليا فينا نحن ننتقل من شبكه ال4G لل5G، وانا اكيد بحب كثير وبحس اكيد الحكومه السوريه ولا شركات الاتصالات هن كثير حابين يتعاونوا مع الطلاب او المتخرجين برا البلد اللي اكتسبوا الخبره. احنا صار في عندنا هي النظره او الكونسبت موجود، فينا نعرف شلون ننقل خطوه لخطوه من طرف من ال4G لل5G. قادرين، نحن قادرين، فينا نعمل خطة من خلالها نمشي فيها، نبلش. هو طبعا من 4G لل5G هي عبارة انك انت تعملي تنزيل لإكويبمنت
جديده من خلالها فيك تعملي اتصال 5G. وطبعا في شغلات ثانيه ممكن نحن نعمل عليها تنزيل على شبكه 4G لننقل خدمات الداتا والانترنت لل 5G. نعم. فبتمنى اكيد نحن قادرين نعمل هذا الشيء، وحيكون كثير بصمه وحتكون كثير انجاز عظيم لسوريا قدام كل بلدان الوطن العربي وبلدان العالم، انه نحن قادرين لو نبلش بالريليز الاول بين ال 4G لل 5G. نعم، عم نحكي كثير 4G، عم نحكي كثير 5G، واجيال عم تطلع كل فتره وكل يوم. خلينا نحكي للعالم شو يعني جيل جديد بعالم الانترنت، شو يعني 4G، شو يعني 5G، شو بيقدر يفيدني انا كمواطن سوري اذا بجهود وخبرات شبابنا السوريين دخل او صار موجود بالبلد، شو بيفيدنا؟ هلا هو ال 3G من 2G ل 3G لل 4G هي اجيال. أوكي. مثل اجيال الموبايل، مثل اجيال الاتصالات الفضائيه، هي اجيال. فنحن عم ننتقل من جيل لجيل، عم يصير في تطور اكثر، عم يتيح للمستخدم انه هو يستخدم داتا اكثر، عم يتيح اتصال يكون عندك، لو حتى عم يصير في سفر لمسافات بعيده بسرعه معينه، الجيل الجديد عم يتيح انه انت تقدري تكفي هالاتصال او تضلي عم تستقبلي الداتا من دون ما يقطع. النقلة النوعية اللي صارت هي بالعالم من 4G لل 5G، اللي هن عملوا استثمار بسيرفيسز معينة، بخدمات. صار انت فيك تتحكمي، انت تربطي اي جهاز موجود الذكاء الصناعي، تعملي اي جهاز تربطيه على شبكة ال 5G وتتحكمي فيه. موجودة شيء كتير بسيط، مثلا عندك بيبي بدك تراقبيه، فيك تربطي هذا الشيء موجود بالبيت، فيك تربطي جهاز معين على شبكة 5G وفيك 24 ساعة تضلي عم تراقبي هذا الشيء. بألمانيا صار في عنده تحكم بسيارة، فيك تقودي سيارة من مدينة لمدينة وانت موجودة ببيتك. طيب خلينا نروح على الشق المؤسساتي، نحن كمؤسسات هل هذا الجيل هو بيفيدنا بأتمتة المعلومات والداتا وإلى ما آخره؟ تماما. الخدمات الجديدة اللي هي ممكن تنطرح مثل الذكاء الصناعي والاتصال الفضائي، صار في عندنا مثلا فينا نستخدم النظام الروسي للملاحة. ونفس الوقت فينا كمان نستخدم انك انت مثلا بالمشافي، اي جهاز باي عمليه فيك انت تتحكمي، تربطي جهاز معين على شبكه 5G ومن خلالها تقدري هذا الروبوت مثلا نفرض يتحكم يساعدك من قبل العمليه لتم نجاح العمليه. هذا الشيء مثال صغير فينا نحن نعمل عليه تنزيل ونربطه لشبكه 5G. يعني تطور وانجاز خلينا نقول علمي للشباب السوري الاكاديمي، ان شاء الله بيتنفذ على ارض الواقع قريبا بوطننا الحبيب سوريا، بهمتكم ان شاء الله يا شباب. بسطنا فيك مياس وشكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لك وللشرف ان شاء الله، موفقين يا رب. شكرا لك مياس، ومبروك تفوقك، ومبروك يمكن رجعتك على البلد لحتى تقدم هاي الخبرات لأهالي البلد. إن شاء الله هيك منشوفك عم من أهم الخبراء يلي مشاركين ومساهمين بإدخال 4G وال5G إلى البلد. شكرا كتير لك، يعطيك العافية. شكرا لك.